جدا مشير قبل الدخول إلى معلومة مهمة جدا، وهي كما ترون معي في الصورة، يعني البرنامج يبدو كأنه متوقف. في البداية سوف يطلب منك، سيكون عليك الصبر والانتظار لتحميل يعني التحقق من الملفات، وهذا قد يتطلب منك ربما ساعة، ساعتين إلى 3 ساعات. وهذه العملية كلما أغلقت اللعبة سوف تتكرر معك، 3 مرات. 3 مرات سيكون عليك انتظار التأكد من الملفات، بعد ذلك سوف تشتغل معك بسهولة ولن تنتظر إلى يعني مدة طويلة. إذن لابد من تكرار، يعني سوف يتكرر معك البرنامج 3 مرات، سيكون عليك دائما الصبر، بعد ذلك سوف تشتغل بسهولة بدون انتظار طويل. ونمر إذن الآن إلى الدخول وتجربة اللعبة. إذن بعد الانتهاء مباشرة سوف ستارت ذا جيم، يعني بدء اللعب، إذن سوف نضغط عليها مباشرة. إذن كما ترون أعزائي يتم الدخول الآن. مرت علينا البداية. إذن هكذا قد دخلنا للعبة كما ترون أصدقائي، هكذا سوف يعني تتمكن من دخول اللعبة بشكل جيد. عندما نضغط على ستارت جيم مباشرة للدخول، يتم الدخول الآن. كما ترون جرافيك اللعبة ممتاز جدا وفي غاية الروعة بصراحة. إذا قبل يعني أن يعطيك هذه اللائحة، سوف يعطيك اختيار الريجون هنا، سيلكت الريجون، سيعطيك أولا أن تختار بين أمريكا وأوروبا، يعني دائما العرب دائما يكونون في أوروبا، ودائما كثرة اللاعبين يكونون في أوروبا. إذا تختار أوروب، دائما تختار أوروب في أي لعبة الأونلاين. بعد ذلك سوف يعطيك السيرفرات، هذه السيرفرات. قمت ببحث فوجدت بأن أشهر سيرفر هو هذا السيرفر الذي اسمه راكين. إذا فقط نضغط عليه هنا ثم نضغط على إنتر للدخول مباشرة. إذا سوف يظهر معي هنا، قد سبق وترى لتروا كيف تبدو تغطية هذه اللعبة. شيء خرافي جدا. إذا كما ترون معي هنا، هذا ناتي إلى هنا أولا الموجيسيان. انظر إلى الجرافيك الممتاز لهذه اللعبة، ويعطيك أيضا هنا صورة للمعارض. سترينج هنا يعطيك سترينج، وهذه للسرعة، وهذه للدم، مقدار الدم، ثم هذه مقدار ثم مقدار الذكاء الأخير. سنمر إلى التالي وهو تريكستر. ماجيسيان فيه خاص بالإناث فقط، نمثل إلى تريكستر. شيء لطيف جدا. إذا أيضا تريكستر فيه فتاة فقط. إذا ثم لدينا هنا الرينجر. لدينا هنا الرينجر فتاة، ثم لدينا هنا أيضا رينجر شاب. شيء رائع. ثم ننتقل إلى الويزارد. ثم لدينا الويزارد فتاة. ثم لدينا البريست. واو على الجرافيك. ثم لدينا البريست شاب. سيتيا.
ثم لدينا أسسة، وهذا هو الكلاس الذي أحبه دائما في أي لعبة. وماذا هو الأسسان؟ فتاة يعني النينجا، دائما الأسسان يقصد به النينجا، لا أدري لماذا يسمونه أسسان، فاسمه الأصلي هو النينجا القاتل. من هو الغارديان؟ هذه الغارديان فتاة، ثم هنا لدينا غارديان شاب. واو جرافيك ممتاز يا أخي. ثم لديك هنا البريسلت، جيد جدا جميل. من هنا البريسلت فتاة، من هنا البريسلت فتاة. إذا سوف أختار هنا أحد هذه الأقسام، إذا سوف أختار الأساسة. واو انظر لتعديل الشخصية، واو شيء خرافي جدا. انظر انه يتبع الماوس الخاصة بي، انظر هذا شيء ظريف يا اخي. حسنا ما تجربة هنا اللباس، حسب المستويات على ما اعتقد يعني. دعونا نرى الألبسة الخاصة بكل قسم. هذا البريسيركر لباسه الأخير رائع جدا، الذهبي، لباس ذهبي رائع. إذن هذا اللباس الخاص بالغارديان، وهو لباس أيضا رائع جدا. انظر لتناسق الألوان، واو 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 لباس ممتاز ورائع جدا. ثم هذا لباس البريست، انظر واو على اللباس الجميل جدا، ذهبي مع اللون البني، شيء رائع جدا. ثم هذا هو اللباس الخاص بالويزارد، واو كلها ألبسة ممتازة جدا. انظر لهذا اللون الأبيض مع الأصفر الذهبي، واو واو واو. كذلك الرانجر، انظر يا سلام على اللباس الأسود مع الذهبي، شيء ممتاز، واو على اللباس. ثم هذا لباس تريكستر الصغيرة، واو لباسها جميل، لباس رائع. ثم لدينا لباس أنت الماجيسيان، واو شيء ممتاز، جميل جميل جدا. ثم لدينا لباس أنت البريسيركر، رائع. ثم لباس أنت الغارديان، ثم هذا لباس أنت الأساسان، ثم هذا لباس أنت البريست، ثم لباس أنت الويزارد، جميل جدا. ثم لباس أنت الرانجر. إذن سوف نبدأ بتعديل الشخصية، سوف نبدأ هكذا كما هو معي. هذا هو الآن كذا يبدو الوضع. إذن سوف نختار هنا، تختار بين الأوجه، عدة أوجه هنا، فقط ليس فقط الأوجه بل الأحجام أيضا تتغير هنا. هنا شخصية التي تختار الشخصية التي تريد أن تعدل عليها. هذا ظريف. أنا سوف أختار التعديل على هذا الوجه، بعد ذلك سوف أذهب إلى هنا، انزل الى هنا، اختار هنا الوجه اولا. سوف اقوم ب نعم، يمكنك القيام ب يمكنك القيام بتدوير هنا. انظر الي يا فتى، حسنا هذا جيد. انه يتبع الموس. شيء جميل، اختار له وجه مناسب. هناك لدينا عدة أوجه. انظر إلى هذا، إنه يبدو لي واقعيا جدا، غريب، وكأنني رأيت هذا الوجه في مكان ما. إذا اخترت له هذا الوجه، سوف نأتي إلى التالي، التسريحة. حسنا حسنا،
توقف من فضلك، لا تتحرك، هيا بنا، أنت تجعلني أعاني هنا. إذا اختار له تسريحة الشعر، لدينا هنا الكثير من تسريحة الشعر. مطرون، ليس هناك يعني كثير جدا، لكن هذا يعني سيكون كافيا نوعا ما. فأقوم باستبعاد وأرى ما هي التسريحة المناسبة. إذا أخبروني في التعليقات ما هي التسريحة المناسبة للنينجا في هذه التسريحات. هل تحبون هذا النوع؟ لا يكون آخر، لا ليس هذا، انظر هذا النوع الآخر. وأخيرا وجدت الشعر الذي أحبه، هو الشعر الذي أحبه أنا، أظن أنه يناسب النينجا أكثر. إذا ما تضع لون الشعر، إذا ما هو اللون الذي سوف نضعه للنينجا الخاص بنا؟ أظنني سوف أكون صاحب الشعر الأحمر في هذه اللعبة. شيء جميل، تختار هنا درجة اللون، هل تريد أن يكون مفتوح أو مغلوق، أو يكون يميل، أو يكون مثلا هكذا سواد يميل إلى الأحمر. هذا شيء جميل، إذا اخترت له الشعر الآن نتجه إلى هذا الخيار. ما هذا؟ هل هذا أنف أم هذا؟ نقوم بتقريب. اللحية، وضع اللحية وغير ذلك، شيء جميل. ما هي الخيارات الموجودة لدينا هنا؟ العديد من الاختيارات. برأيكم في لائحة لحية البيضاء؟ ما رأيكم فيها؟ هل هي جيدة؟ ماذا عن لحية حمراء؟ شيء جميل. وكأنك أكلت شيئا يا صديقي، كأنك سقطت في مسبح العصير. سوف أترك له هذه اللحية، ثم لدينا درجة اللون أيضا، طبعا سوف أتركها كما هي على ما أعتقد، لكنها لا تبدو لي لحية سوداء، إنها تبدو كأنها بنية. مثلا نمر إلى التالي، لدينا البيلد، نقوم بالاستبعاد بالماوس. سوف نختار البيلد أي شكل الجسد يعني، قصير قليلا. وانظر إلى يدي، أصبحتا عملاقتين، وانظر إلى هذا، أشكال مضحكة جدا. لماذا هذه الأشكال المضحكة؟ انظر، رأسه أكبر من جسمي، جميل وغريب أيضا في نفس الوقت. انظر، بطنه أكبر من جسده بكامله. سأتركها هنا كما لا تعجبني هذه الأشكال، إذا سأتركه هكذا. إذا نمر إلى التالي، لدينا هنا سكين. سكين هو لون البشرة، طبعا يمكنك أن تضع له أي لون تريد، حتى اللون الأسود يعني إذا كنت. إذا شيء جميل جدا، الأشياء كل الأشياء هنا يمكنك أن تضع أي لون. هذا اللون يبدو لي واقعيا أكثر. إذا سوف نمر إلى التالي، إذن هنا يعني الآن سوف نضغط على فيس هنا. إذا التعديل على الآن على الحواجب، لدينا العديد من الحواجب هنا. هذا لا يبدو لي يعني مهما جدا هذه الأمور. نفس الشيء هنا، تختار اللون هنا ثم درجة اللون هنا، نفس الشيء. إذا نمر إلى التالي، لدينا هنا اختيار التالي وهي الأي، الإعدادات الخاصة بالعينين يعني.
انظروا تفحصوا عيني هل هي جيدة؟ تفحصوها جيدا. نعم، مثلا نبحث عن عينين أخرتين. أوه، هذه الأشياء التي تضعه الفتيات لأعينهن، انظر لهذا. هذا شيء مضحك يا فتاة، يا له من شيء مضحك. هل سأجد عينين أسودين؟ سأتركها كما هي يعني بدون هذه الأشياء. ثم نعود إلى العين. كيف يبدو وكأنه هناك شيء بعيني؟ ها؟ يا إلهي، ماذا يحدث؟ هل وضعت له شيئا؟ يا رجل، مثلا نعود إلى الأعين هنا. واو، تخطر بؤبؤ العين، هذا شيء جميل. حتى شكل بؤبؤ العين، انظر لهذا. سوف تصبح عيني شريرتين، انظر لون أحمر مع هذه البؤبؤات الغريبة جدا. لكن لا يمكنك تقريب العين بشكل أكبر من هذا. هذا هو حده في التقريب، لأن لا يشكل هذا البؤبؤ أي فاق، لأنك لا تستطيع يعني أن تقرب العينين. لا يوجد فرق، تقريبا فرق طفيف جدا، فرق طفيف 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 طفيف. واو، انظر لون بياض العين، انظر ذلك البياض الخلفي للبؤبؤ. هذا عجيب. ما رأيكم في البيوكوغان؟ الناس التي تحب ناروتو. ما رأيكم بي؟ ألست شخصا جيدا؟ أبدو مخيفا جدا. سنمر إلى التالي وهو الموت والفن. إعدادات قليلة هنا. هنا ألوان الشفتين، سنتركه كما يلي وسنتجه إلى التاتوز وهي الأوشم. واو، الوشم، أين يظهر هذا الوشم؟ أين هو؟ يا رجل، إنه لا يظهر فيك. في الوجه، إنه في الوجه. واو، انظر إلى هذا الوشم. واو، هذا جميل. واو، انظر إلى هذا. أنني أحب هذه الأوشم، لابد أن أضع له وشما. سأترك له هذا الوشام ثم أتجه إلى التالي وهو البيرد، وهي اللحية الطويلة. كيف حالكم يا أبنائي؟ هل تصلي؟ عليك أن تصلي وابتعد عن كورونا قبل أن تقتلك. إلزم بيتك هيا، فإن ما تفعله لا يجوز أن تخرج وكورونا تدور في خارج. أريد حذاء. أيها البروفيسور. نعم، ماذا تريد؟ أولا تعلم أن تربية الشارب شيء صعب؟ من فضلكم لا تضحكوا، لا تضحكوا علي. هيا هيا، لا تفعلوا هذا. لا 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 لا. هل يمكنك أن تناديني بجد الأحمر؟ ها؟ لم أسمع شيئا. اضغط اشتراك من فضلك على اليونيكسيس جيمر. إذا هنا تختار لون اللحية كما تريدها تماما، حتى لا لحية بيضاء يعني، أو أن اللون مرة أخرى تتحكم باللون اللحية هكذا. ولنكون قد انتهينا من تعديل الشخصية الكوستوم، يعني هنا تعديل. اضغط على كوستوم. نعم، لنمر إلى ما بعد. هنا تقوم بتعديل الأحجام، حجم الرأس. أنا آسف لأن رأسي كبير. آسف لأني قصير جدا.
والآن طويل. هذا لعنقه الأكتاف. أنا هكذا يبدو الموضوع. انتهينا من التعديل هنا الميل ثم الفيس. سوف نتجه إلى الفيس هنا. المزيد من التفاصيل هذا شيء ممتاز جدا في هذه اللعبة. هذه المخصصة للدقن. يعني هنا الأحجام المتعلقة، يعني هنا تفاصيل الوجه، الأشكال وغير ذلك. ثم العينين، ننتدي عليها بؤبؤ العين، هل تريد أن يكبر أن يصغر؟ وهكذا انهينا هذه التفاصيل. نمر إلى التالي وهو إعدادات الأنف. كيف يكون هذا الأنف؟ هذا صغير طويل قصير. أنا آسف يا أصدقائي، هل لدي أنف طويل؟ نمر إلى إعدادات الفم. إذا هذه هي عدة الفم كما نرى. إذا لقد انهينا كل شيء. إذا سوف قمنا بإنهاء الشخصية. أنا هنا سوف أقوم بوضع له اسم، سوف أضع له ياسر بهذا الشكل، ثم أضغط على verify. ياسر يقول لك أظلي بلا علي متوفر. إذا سوف أكتب على أضغط على create. هذه هي شخصيتنا الآن. مرحبا بكم، هذه الآن شخصيتنا. سوف ندخل الآن للعب. انظر إلى هذه العضلات، شيء رائع. اضغط الآن على ستارت جيم. يقول لك ماذا تريد؟ هل تريد النظام القديم حيث يمكنك القيام ب، تريد الاستعمال الماوس بشكل اكثر، او تريد ان تستعمل الحروف؟ اذا بطبيعة الحال انا افضل الحروف، اذا سوف اختار هذا وندخل الان مباشرة. لن يتم الان الدخول، انتظر هذا ارنب حتى يصل الى بيتي. ما هذا الطائر العجيب؟ أرى شيئا، الأشجار والنسر. ماذا يفعل هذا النسر؟ أحاول أن يكون نينجاميكي، أحاول أن يشبهني أنا النينجا. يمكنك الضغط على إشارة لكي تقوم ب، إنه أنا. من هذه الفتاة؟ فتاة النينجا يحب فتاة. سبحان الله، هناك صراع قوي تدخل فيه هذا الفارس الشجاع وهذا الشخص يبدو انه شبه ميت والناس يقتلون. كأنه يحلم.
تفتحني بواسطة لوح المفاتيح يبدو جيدا. تحرك الكاميرا القفز بواسطة سباس. نعم الدوانة الجنادية غرفتي مرحبا بكم في غرفتي إنها غرفتي يا سادة. شيء جميل وديكور رائع. حسنا حسنا إنه ملك الوغد هيا افتح الباب. لا تقلق قد أقوم بإنقاذك. إنه أسد بالشعر الأحمر. ماذا يملك الشعر الأحمر مثل الشعر؟ إذا سوف أحمل السلاح بحرف F. إنها خناجير الخاصة بالأسهم يعني الأسهم يعني. I'll get this gate open. See if you can break that lock. نقوم بفتح هذا القفل. نعم. You're safe. رقم واحد. I hope we can say the same for the princess. رقم واحد على لوح المفاتيح. ما الذي يحدثني؟ هل أنا مريض بكورونا؟ يا إلهي أنا مريض بالفيروس. إذا هكذا يبدو يعني تبدو اللعبة في الداخل بعد انتهاء من البداية. لدينا هنا الروارد صحيح هدايا اليومية ثم هكذا تكون البداية في لعبة كاروس. إذا سوف نقوم برؤية الخريطة أولا. إذن عالم اللعبة واو حجم كبير جدا. هذا هو يعني خريطة اللعبة. نكتشف هذه الأشياء هنا بعض الخصائص الموجودة باللعبة. هذه الأشيفمنت ما هنا. هذه الأشياء أخرى هذه خاصة بالكرافت. هنا كرافت الأسلحة تصنيع الأسلحة يعني هذه الأشياء تصنيع الدروع. ثم هنا تصنيع الأشياء الأخرى ما تبقى من هذه الأمور. نقوم بتصنيع أشياء أخرى. ثم لدينا هذه الأشياء أخرى هذه الدنجنز الزنزانات الخاصة باللعبة. إذا هذه كل الأشياء الموجودة باللعبة يعني. لدينا إذا نكتشف كل هذه النوافذ النافذة الأخرى. كل نافذة ودمادة تتميز يعني ما يوجد فيها. هذه الخاصة بالتعابير يعني تعبر بها عن مشاعر. إذا هنا نجلس هل يوجد هناك برد أتاي؟ مثلا هذه الأرقام لم أفهمها. أوه الفرح. أوه هي ضغط جيم. هي ضغط جيم. هنا الهزيمة يعني تعبر عن الهزيمة. هذه رائعة. هنا ولم يضعوا اشتراك. أريد منكم أن تضغطوا اشتراك أسفل الفيديو. ثم إذا النوافذ الأخرى نافذة أخرى هنا. ثم لدينا هنا نافذة الشخصية حيث تضع الملحقات. وهذه لإنفنتوري الحقيبة. هذه المهارات طبعا المهارات مهارة شيء مهم جدا. وهذه مهارة أخرى لن نستمر. ثم هذه الرطب اللاعبين مهاراتي بالترتيب يعني. وهنا وحوش وحوش أخرى أنواع أخرى من الوحوش. هنا لدينا السطور الخاص باللعبة. هذا هو السطور المتجر يعني متجر اللعبة. الأشياء الموجودة بالمتجر سوف نلقي نظرة يعني سريعة عن المتجر على المتجر المطر. هنا هذه القائمة الخاصة هنا. إذا سوف نبدأ مباشرة بالمهمة الأولى. نذهب إلى صاحب هذه النجمة البرتقالية. نضغط على هنا المهمة ثم نضغط على اكسبت لقبول المهمة هو كومبليتلي انهائها يعني. لدينا اول اشيفمنت اي يعني انجاز اول انجاز
You need to find more information. أيضا لدينا مهمة باللون الأزرق هي أيضا مهمة. انظر على أكسس يقبل المهمة. ضغط عليها يقبلها. أيضا يطلب منا أولا أن نقتل هذا الوحش. خذ أيها الوحش اللعين. أنا وحشائي أريد حشائي. خذ أيها المجرم. يبدو أنك كروني. خذ يا كورونا. هكذا تستمر في القتال والتقدم.